قال كلام محترم وكلام مهم الحقيقه. وكابتن شوقي تحديدا يعني زي ما انا قلت له، شناوي، حجازي، احمد ابو الفتوح، محمد عبد المنعم، مصطفى محمد، اكرم طبعا قبل ما يتصاب، يعني حوالي 6 أو 7 من اللي موجودين كانوا مع الكابتن شوقي. فواضح جدا الدور. انا الحقيقه كمان نسيت، كنت لازم اساله عن موضوع محمد شوقي ووجوده مع كابتن محمد شوقي طبعا المدرب منتخبنا الوطني، ووجوده مع منتخب مصر اعتقد فارق في موضوع المنتخب الاولمبي وصعود بعض اللاعبين. اكيد اكيد بيقرب المسافات يعني بقى، خصوصا اللعيبه الصغيرين. نعم يعني اللي طالع ده لسه بيبقى جاي خايف، فالرهبه وكل الحاجات دي هو بيقدر يلم يعني. الاجيال والكابتن ضياء برضو عنده مجموعه من المدربين اللعيبه اللي كانوا معاه، منهم مثلا صلاح والنني وحجازي دول كده كانوا معاه في منتخب الشباب وقبل كده منتخب الاول ايام برادلي. فيعني المجموعه يعني ملمومه وان شاء الله. بس زي ما بتقول ان الاثنين حمدي فتحي والشناوي من دلوقتي من غير ما اعرف استحاله يلحقوا الماتش الجاي، لان اللعيب اللي بيطلع زي ما طلعوا النهارده كده استحاله في 3 أيام. وقال لي كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو يعني غير مصادرنا هي شد بالنسبه للشناوي، شد خفيف في العضله الخلفيه. ايوه شد خفيف، شد خفيف يعني حضرتك عارف 4 5 أيام، ما اربع خمس ايام والماتش مش هيلحق. صح لا معنى استحاله استحاله بالطلعه دي هيلعب. حمدي فتحي شد خفيف برضه في برضه استحاله برضه لا 4 5 أيام برضه، اصله جاي في حتت صعبه، هو مش جاي مثلا 4 5 أيام ده لو كان مثلا عنده حراره ولا عنده حاجه لكن هدي له حبوب تبص تلاقي الحراره تنزل، لكن لكن دي ما فيهاش هزار ده لا وخلفيه وضمه يعني مش سهله عضلات انا بقول استحاله يعني. طالما طلعوا وطلعوا في التوقيت ده وطلعوا من ماتش زي ده هم يعني مش بايعين الماتش ده، هم ميتين على الماتش ده. لا انا يعني حمدي شايفه حتى عمال يقول لا اكمل اكمل، لكن لا لا لا, لا, لا مش هيكمل، ولما يطلع دلوقتي هيحس بيها اكتر طبعا عشان هي كانت سخنه والاصابه سخنه والدوره الدمويه. يعني شد خفيف في العضله الخلفيه قد ايه وقت؟ لا لا يستنى بقى ان شاء الله بعد المغرب نفكر على الكاميرون يلعب ولا ايه، لان الشد ده بيبقى مثلا خفيف او يمكن درجه اولى، لو اتقرب شويه هيخش في درجه ثانيه يخش لي على تمزق قصة وخصوصا ان ايه ان العضلات كلها مجهده مستهلكه، العضله مش فريش، العضله سليمه بالزبط. هم مش فريش، هم تعبانين 4 ماتشات في اسبوعين يعني طبعا، فالعضلات كلها ما هياش فريش صح، والاجهاد ده اللي هو مش قادر مش فريش، دي بدايه بتقول له انذار، بتقول له يعني خلي البطاريه بتنور على الاقل اسبوع يعني مش اقل من كده، مش اقل من اسبوع يعني في ده تخيلي. وبعدين يمكن حمدي فتحي بسرعه عن الشناوي يعني ضم اكتر من يعني هيخف اكتر عن الشناوي عشان ما لعبش الماتشات كلها، لانه ما لعبش كل الماتشات فكان عنده راحات، فالعضله لسه مستريح والسن الصغير كمان العضله بتلحم او بترجع الريكفر بتاعتها بيرجع بسرعه غير لما بيكون زي الشناوي والعضله طويله وهو طويل وكده، العمليه سهله ان شاء الله باذن الله يا رب. المهم يعني المهم يبقى ليهم دور ان شاء الله. ادينا هنستنى بكره التقرير الطبي، ولكن يعني طبعا دي كلها معلومات احنا عرفناها برضو عشان معلومات احنا عرفناها وانا بسال خبير يعني كابتن فتحي طول عمره في الكلام ده عارف ان احنا الخلفيات دي بتبقى وقت قد ايه والضمات دي بتبقى وقت قد ايه.